السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الإمكانيات الحلوة بتاعة الريفيت إن أنت تقدر تعمل أناليسيس للسولار، فأقول له أناليسيس إنسايت، بس لازم تكون في 3D مش على هيئة صورة، وأقول له سولار، فبيطلع لي اللوحة الخاصة بسولار أناليسيس، وتقدر تختار أكتر من نوع. يعني أول حاجة ممكن تختار كاستم أو تختار سولار إنرجي بالشكل دوت. طيب السيرفيس اللي انت تشتغل عليها ممكن يوزر سيلكشن، فتبدأ انت تختار الحاجة اللي انت عايزها، السطح ده مثلا. تمام، اول ما تخلص تقول له فينيش، ده الجزء اللي انت اخترته كسيرفيس تعمل عليه الحساب بتاعتك. هو انا خلى الديفولت اناليسيس بري ستايل، اختار هو سولار اناليسيس انوال انسوليشن. تمام، دي طبعا بتختلف حسب كمية الحرارة اللي موجودة. طيب يعني لو في حاجة هنا بتصد الشمس بتبدأ تقل، زي مثلا الحتة دي مثلا. تمام، طيب ممكن نقول له طب انا عايز اقول روف. تمام، فيبدأ يعمل حسابات ايه العناصر اللي ما تعرف على انها روف مثلا، وبيبدأ يديني المعلومات الخاصة بيها. لاحظ في جزء احنا مكناش عاملين له سيلكشن المرة اللي فاتت، بس هو جابه برضو معانا لو الجزء دوت. تمام، طيب ممكن نقول له احنا عايزين مثلا الاول ماس فيسز، فيبدأ يدرس يشوف ايه الماس اللي موجود في المشروع. وبيبدأ يديني برضو دراسة للستاتيستنج، الكم المربع هنخش معانا في الحسابات. تمام، وتيجي هنا تقدر تقول له الريزولت انا عايزها ازاي. تمام، اهي هتتقاس بأنهي وحدة. الستايل تقدر تختار الستايل اللي انت عايز تشوف بيه الشغل بتاعك، وتقدر تدخل في كل نوع من انواع الستايل وتبدأ تقول له مثلا عايز تشوف كونتور، وعايز جريد لاين، وعايز الليجند، وهكذا. فيبدأ يختار الحاجات ده والليجند. تمام، وتقدر تقول انا عايز اعمل اكسبورت مثلا كملف في CSV وتصدر الشغل بتاعك دوت. لو جيت هنا في السيتنج هيقول لك هنا الوزارة ده قد ايه، الاناليسيز قد ايه، البيلدينج اريا، فتقدر تختار مثلا بيلدينج اريا مثلا، وبعد كده البيلدينج انرجي، هتقدر تختار برضو البيلدينج انرجي، الالكتريكال كوست، تكلفة الكوست قد ايه، والكفرج تقدر تتحكم فيها، وهكذا. هتقول له ابلاي وتقول له ابديتد، فيبدأ يغير لك حسب الحاجة الجديدة اللي انت اخترتها.